هذا وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تشهد نموا مستمرا على كافة الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين. نوه سموه بما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله. وقال سموه إن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مكانة خاصة في قلب كل مواطن بحريني، وهذه المكانة تعكس أزهى معاني الأخوة الحقة التي تميز العلاقات الثنائية وتجسد عمق أواصر المحبة والإخاء بين بلدينا وأبنائهما الأشقاء، كما أكدت عليه المواقف المشتركة طوال تاريخنا الممتد سيرا على نهج الآباء والأجداد وامتدادا لأجيال المستقبل بإذن الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الوطن اليوم أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أبو ظبي، حيث نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيدا من النماء والازدهار. ونوه سموه بأهمية البناء على ما تحقق والدفع بأوجه التعاون في كافة مجالاتها نحو مسارات أكثر تكاملا، معربا سموه عن اعتزازه بما يجمع البلدين من روابط عميقة راسخة تستند إلى تاريخ ممتد قائم على أواصر متينة من الأخوة، ومشيرا إلى أن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تعززه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة في جميع المجالات. شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين والتي بدورها ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات ومواصلة ربط القطاعات التنموية وخلق المزيد من الفرص النوعية لصالح خير وازدهار الجميع بما يدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي في البلدين، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرنامج تنفيذي والتي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي وتدريب المعلمين ومجالات العمل والموارد البشرية والتجارة وتبادل الفرص الاستثمارية والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأسواق الأوراق المالية في البلدين والذكاء الاصطناعي في قطاعي
النفط والغاز والأمن السبراني، بالإضافة إلى المجالات اللوجستية والنقل والمواصلات والتعاون في المجالات الصحية وتغير المناخ والدعم الفني لصناعات المنبع. وقد رحب صاحب السمو ولي العهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوها بالطابع المتميز للعلاقات الأخوية التي تجمع بين البحرين والإمارات وأهمية مواصلة الدفع بها نحو آفاق أوسع، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. جرى خلال اللقاء استعراض مسارات العلاقات البحرينية الإماراتية وسبل ترسيخها على مختلف المستويات وبحث مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.